هلو هلو، ويلكم باك أميرة. عايشة لوحدها أخيرا، خلصت من كولت. I'm so happy إن احنا أخيرا طلعناه من البيت. Goodbye كولت، ما حدش هيفتقدك. تماما، I'm pretty sure ما فيش أي حد هيفتقده. I'm so excited. أشوف أميرة هتعمل إيه بعد كده، ممكن تقابل مين في المستقبل، هتعمل إيه دلوقتي في دنيتها. Look at Flower قاعدة بتنظف الأرض. وطبعا روز الصغيرة قاعدة ملهاش أي دعوة بأي حاجة في الحياة. أهم حاجة عاوزة أعملها دلوقتي اني اجمع فلوس 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 فلوس. معانا 27,000 بس، ما تكفيش اي حاجه في اي حاجه. I'm thinking maybe هنكمل في الفريلانس كارير لحد لما ناخد what was it. كنا بناخد حاجه بن unlock something لما البرفورمانس بار بيوصل لاخر مره، بعد كده خلاص انه مفيش ليفلز لانها فريلانس، سو ما فيهاش ليفلز معينه. So I'm thinking اول ما نوصل للمايلستون اللي هو you know نكمل البرفورمانس بار للاخر just one time، نسيب الفريلانس كارير ونروح كارير تانية. I'm not sure هبدأ في أي كارير دلوقتي، but we'll see. I really wish إن إحنا نقدر ناخد two careers at the same time، but للأسف ما ينفعش. كان نفسي أوي إن هي تاخد full time job at the same time إن هي تبقى freelancer، so maybe تاخد لها one gig بالليل بعد ما ترجع من شغلها الرئيسي أو كذا. But hey it's fine. هنجمع فلوس بطرق وسائل أخرى، عندنا النباتات. فين ال اسمه إيه ال مزارع whatever، الحد اللي بيجي بيعتني بالنباتات كل يوم، إيش ماله ليه ما اعتناش بالنباتات؟ بات عندنا هنا icons لسه عاوزة تتعدل، لأنه for some reason كل ما نعدلها الكلاينت ما تعجبوش. So edit rejected icons again and again and again، hopefully المرة دي تتقبل. البيبي عاوز attention، عاوز حد يكلمه. So flower عايشة حياتها. I mean sure عيشي حياتك وخدي bath it's fine. You can do whatever you want. Yeah, Rose هتضلك تعيطي شويتين كده لحد لما حد يفضلك. You know الناس في البيت دوت، يعني لازم تتعودي. ولا actually نخلي أميرة، I'm not sure إذا كان الإديتينج ممكن نعمل له pause ونكمله بعدين ولا لأ، لأنه في حاجات في The Sims 4 it's really weird، كأنه اللي بيشتغل على different systems للجيم مش بيكوميونيكيتوا مع بعض. So في حاجات نقدر نعملها pause ونقدر نكملها بعدين، وفي حاجات ما نقدرش، لو وقفناها هنرجع نبدأها من الأول تاني. مفيش consistency بين different systems. But hey على ما قعدت أرغي واتكلم، كانت فلاور خلصت الباث العظيم بتاعها، so هخليها تيجي تكلم روز شويتين بدل ما هي المسكينة تعيط. كنت عاوزة أخلي أميرة هي اللي تروح. ما تقدرش تدخل لأن الباب locked. It's fine هعمل unlock للدور دلوقتي وبعدين حضرتك روحي كلمي أختك. yeah كنت عاوزة أخلي أميرة هي اللي تروح تكلم البيبي شوية على أساس إنه الستوري لاين اللي همشيها فيه دلوقتي إن هي تبدأ تعتني ببناتها أكتر، وتحس إنه هي عن جد أهملت فلاور، وإنه you know هتحاول تبقى أم كويسة. but apparently خطتي العظيمة مش هتنجح دلوقتي لأنها مشغولة عشان بتعمل فلوس. beautiful. و apparently الchildren لما بيكلموا الأطفال ما بياخدوش attention، لازم حد adult هو اللي يروح يكلمهم. so أميرة would you please خلصي بسرعة حبتين شويتين، يعني استعجلي شوية في الإيديتينج اللي بتعمليه. hopefully بعد ده كله الايكون تتقبل، مش يجي برضو الكلاينت ويقول لنا نوب مش عجباني. flower you can go now use the toilet. و I'm pretty sure اني هرجع unlock الدور تاني بعد ما تطلع. come on flower اطلعي please اسمعي الكلام. come on من اولها. يعني البنت لساتها طفلة ومن أولها وهم علاقتهم عم بلت ال. واو. I love إن هي سايبة بنتها بتعيط ورايحة تلعب، مش رايحة تلعب حتى، رايحة تتفرج على عرايس بنتها التانية. تعالي bounce cuddle rock do all the things. this is super cute. إيش مالها هي جعانة maybe؟ maybe جاعت، كنت بحسبها عاوزة attention. so let's do breastfeed. look at flower صغيرة responsible ورايحة بتنام في وقت النوم من نفسها من غير ما حد يقول لها. you know what الفكرة اللي جات لي دلوقتي؟ that's a good idea. مع pack parenthood can feed something. البورد this one maybe we'll put it right here في المدخل، بيسيبوا فيها notes لبعضهم أهل البيت يعني. ولو مثلا الأم أو الأب عاوز يحط curfew أو يحط وقت معين إنه لازم ترجع البيت في الوقت ده وإلا هتتعاقب، قوانين بتاعة البيت والحاجات دي بتتحط في البورد دي. ليه في منها نسخة black والإطار بني but مفيش نسخة black والإطار أبيض؟ شور هنخليها black. I like it. وكمان الكورنر اللي فيه حاجات flower I love it so much. يعني الحاجات دي بعدين لما نتقدم في السلسلة وفلاور تكبر وتموت
الذكريات اللي زي كده هتبقى so nice ان احنا نرجع نتفرج عليها. Oh my gosh, اخيرا البيبي سكت ونام. الايكون sent to client for approval للمرة 500. What? ازاي كده؟ maybe هبيعها واعمل واحدة جديدة تماما. maybe الجديدة عن جد هتتقبل. Oh my gosh, شكله الجيج دي مش هتخلص. اصلا مش عاوزة اخليها تخرب نظام نومها again and again. Yeah, المفروض اخليها تروح تنام دلوقتي. Go sleep. في time limit Dubai Monday 9 AM Monday. So فضل لنا pretty much يوم واحد نخلص فيه الايكون ونبعتها وتتبعت, وإلا هتروح علينا الجيج كلها. Oh my gosh, Rose. Cuddle. You think هتحتاج ايه تاني غير cuddle؟ I think انها محتاجة attention فقط. This girly يا ما عندهاش school النهاردة لأن النهاردة Sunday. Obviously هتروح تفطر حضرتها مع نفسها. البيبي سكت. ايش مالها معلقة ان هي تروح تتفرج على الشيء ده؟ ايش فيه؟ أول مرة تشوفيه؟ انت اللي اشتريتيه لبنتك وحطيتيه. What's wrong with you? أميرة أحيانا بتعمل حاجات مضحكة. طيب let's try ان احنا نبعت different icon. This is cute. Send to client for approval. Yes. Oh my gosh. أخيرا. ليه ما جاش في بالي من زمان ان نعمل الحركة دي اني اخليها actually تعمل icon جديدة. But hey, في الاخر وصلنا للفكرة وغيرناها. طبعا لانه البينتينج ليفل بتاعتها دلوقتي زادت, so تفتح لنا gigs اكتر غير عن اللي كانوا بيقولنا قبل كده. I'm thinking كل ما ننزل تحت كل ما يزيد سعر الجيج. 111 235. دي 350. So not necessarily 1340. Wait, I'm gonna take this one. 1340 painting level 4. احنا painting level كام بالله؟ almost 5. So this is perfect. I'm gonna take it. Yay. Study reference images apparently معمولة already. I think ده glitch. Okay. الجيم قعدت فترة على ما registered ان هي حاجة جديدة لسه ما اتعملتش. Create forgery on sketchpad. عشان كده سعرها غالي. في فرق كبير بينها وبين الحاجات اللي من نفس السكيل ليفل. هي ليه بطلت تعمل الاكل؟ gosh, البجز والجليتشز every time. yeah, so الجيج دي تحديدا سعرها اغلى شوية لانها forgery, basically حاجة illegal او ضد القانون ان هي تنسخ العمل الفني بتاع شخص تاني. بس طبعا لانها اميرة I love ان انا اخترته من غير ما اخد بالي هو ايه بالظبط. but في الاخر طلع حاجة تناسب شخصية اميرة. she doesn't care. She does not care at all. قانون ها. Who cares? Who is she? روز محتاجة حد يغير لها الدايبر. I think كنت أقول إني هاير ناني عشان أميرة تتفرغ شوية إن هي actually تشتغل وتجيب فلوس. but الناني هتاخد مننا فلوس. Is it a good idea إن إحنا نهاير a nanny؟ كنت عاوز أجيب لها butler. but لما ننتقل البيت الجديد هيبقى في غرفة butler right here. هيبقى عايش معانا طول الوقت ينظف في البيت سواء كان ميل او فيميل. I think the butlers ممكن يبقوا فيميلز. I'm not sure. ما عمريش لعبت بالباتلرز قبل كده في The Sims 4. but هيبقى في معانا حد بيساعدنا قاعد معانا طول الوقت هنا في الغرفه دي, ينظف البيت, يطبخ, يعتني بالاطفال. but I'm not sure اذا كانت a good idea ان احنا نهاير ناني قبل ما ننتقل البيت الجديد or not. انت رايحه فين بالطبق في ايدك بالله؟ فين رايحة وليه واقفة عندهم obsession غريب ان هما يطلعوا يقفوا برا البيت؟ What are you doing? I know المكان شكله cute بس يعني فاضي مفيش اي حاجة, بتطلعوا برا ليه؟ سيبين الارض دي كلها والاملاك العظيمة بتاعتهم دي كلها ولازم يطلعوا برا. اميرة يا اميرة, يستحسن انك تاكلي جوا البيت وانت قاعدة مثلا. البيبي لسه بعيط, كنت هنسى البيبي. تعالي change a dirty diaper please اميرة. كنت لسه بقول انه هخليها تهتم ببناتها وتعتني بيهم وانه عن جد تحس بالذنب ان هي اهملت فلاور, وبعدين you know تحس ان هي نونو مع روز هتعدل النظام وهتبقى عن جد ام كويسة. but انا سيبة بنتها تعيط لابسة دايبر مليان عك وسيبها واقفة برا البيت بتتفرج على لا شيء. اميرة مهما حاولت اني اخليك حل محترم شكلها عمرها ما تحصل, يعني حاجة كده مستحيلة الحدوث. but hey I will try always and forever. تعالي بليز اعتني. oh my god this is so sad. نامت بعد تعيط بعدين في الاخر فقدت الامل ونامت ودلوقتي جعانة. change a diaper, breastfeed, وبعدين cuddle بالمرة وراك وmaybe bounce, نديها كل الattention. that's so sad. oh god أميرة يا أميرة. flower بتعمل ايه؟ flower عايشة حياتها. I love when flower عن جد عايشة حياتها.
مش همم اي حاجة في الدنيا. اختها تعيط تصرخ اي حاجة تحصل she doesn't care. so far عندنا ال gardening service اللي هو المزارع, وعندنا ال maid service اللي هي اللي بتيجي كل يوم تنظف الدنيا وتمشي, ناني 60 سموليانز, وبعدين 10 سموليانز اضافية على كل ساعة تقضيها. I know انه البطلر بيبقى قاعد في البيت, هل الناني هتبقى قاعدة في البيت برضو؟ I wish انه ما كانوا كاتبين description اكتر للحاجات. so مثلا في الجاردنر في حاطين اثنين one time gardening service يجي مرة واحدة وخلاص, وفي scheduled so بيجي كل يوم, وبعدين برضو في الميد في اثنين, في one time وفي scheduled. but الناني هل I think I don't know, we'll try we'll see. خلينا نجرب الناني. thank you for hiring from Kindly Caring Inc. your nanny will arrive on Sunday at 11 a.m. النهاردة Sunday, يعني مفروض تيجي دلوقتي. wait I'm confused, it's already past 11 a.m. maybe Sunday الجاي هتيجي بعد أسبوع. what this doesn't make any sense, I am so confused, so confused. also هل المزارع جاء؟ شكل المزارع طنش ومش راضي يجي, أو لا actually جاء لأنه الزارع كان فيه حاجات محتاجة. I don't know, خلينا نعمل tent gardening ونشوف لو في حاجة محتاجة عناية. شكله عن جد المزارع جاء, but I think إنه كان بيجينا. wait في حاجات بتحصل. wait a freaking minute, I think إنه المزارع لما كان بيمشي كان بيبعت لنا notification هنا إنه okay I'm done وهاخد الفلوس الفلانية. الميد برضو كانت بتعمل نفس الشيء, but I think إنه المزارع جاء من غير ما يطلع لنا notification. that's very interesting, very very interesting indeed. but الناني بتقول لنا hi there, my name is Nanny Miura, nice to meet you, I am sensibly sufficient in every way, I can play, cook and mentor, and yes I'm not opposed to changing diapers and cleaning up messes if needed. Let's have a fun day together. Oh, that's cute. Oh, she's already inside the house. ازاي ما شفتها شوية داخلة؟ What the frick is going on? في حاجات غريبة بتحصل في الحياة, but hey, المهم انه الناني وصلت. I love ان هي مش بس بتعتني بالاطفال, also بتنظف وبتشينج الدايبر والكلام ده كله عشان اميرة تفضى شويتين. هعمل سوبر سيل لكل حاجة, كمان عاوزة افتكر اخليها تشرب البوشنز قبل ما تبدأ تشتغل على سكيل معينة أو كده. كام سوبر سيل دول كمان. أوه كنت عاوزة كمان أخليها تعمل بلانترز زيادة. واو من زمان على البلانترز, تقريبا كده عملنا 2000 من النباتات. It's not very good but it's not very bad also, it is fine it's fine. أوه هي ناني بتبات معنا ولا بتمشي؟ لازم نحط لها سرير في حتة. we'll see. also في ميل تاني هنا, so get mail. طبعا I'm happy إن إحنا خلصنا من كولت لأنه كان عبيط وأهبل, but ما عادش في حد you know يعمل الحاجات الغبية اللي مش عاوز أعملها أو اللي مش عاوز أخلي أميرة تعملها. so كان هو اللي بياخد الميل والكلام ده كله. now ما عادش في حد take care of the stupid things. alright ما بيخليها تشرب واحد من دول, so drink any one of these. and خلينا نخلص حاجات الشغل. study reference image, تعالي ست أميرة study reference image. oh very focused nice. وفلور بقى عندها حد تحكي معاه غير أمها اللي مطنشاها. أوه راح تلعب في المرجحة, never mind. oh my gosh أميرة روحي خلصي شغلك, بطلي تطلعي للبابرازيش كل شوية. stop بتخلينيش أحبسك في البيت في يوم من الأيام. تعالي اقعدي على عرشك العظيم, come sit here أميرة and sketch الحاجات المطلوبة. so forgery, تعالي اسرقي تعب غيرك حضرتك عشان تعملي فلوس. how dare you. and الجيرلي دي مش راضية تروح الباثروم, تعالي فلاور لازم أنا اللي أقول لهم يعملوا كل حاجة. what is this. ooh إناني رايحة تعتني بروز. oh that's so cute, that is super cute, I love her so much. هخلي flower تستريم, بقالها فترة طويلة ما خلتهاش تستريم something, maybe هات swim laps وback float, هتعمل you know water activities في البول وتستريم لمتابعينها العظيمين. I love ان هي طفلة وقاعدة بتستريم ومامتها she doesn't care, بنتي بتستريم I do not care. oh my gosh this looks so funny, هو ده الشيء العظيم اللي عملته. oh no أميرة what is this, hopefully you get approved. yes perfect 3200, that's awesome, I love ان هي خلصته سريعا ما عادتش تعدل وتعدل ويقول لها nope مش عاجبني 370 هو اغلى حاجة so far. oh بتاع
الايكونز تاني. Maybe I'll do this one. الفرق ما بينهم مش كتير وحاجة مختلفة ما عملناش قبل كده. So chat with client. Yeah, لما بنبدأ في كارير معينة وعايزين نبدأ نعلي فيها أو سكيل أو كده بتبقى الدنيا ريبيتيتيف شوية. Oh my gosh, القطة لسه قاعدة هان. I love it. Oh, I love إنه الناني انضمت لها. Oh, that's so cute. بتقول لها you are getting better every time. Oh my gosh, قاعدة بتشجعها وبتديها. Oh my gosh, أميرة دلوقتي عن جد بان قد إيه هي بشعة مع بناتها لما شفنا الناني إزاي بتعاملهم, بتهتم بيهم, بتهتم بنفسيتهم, بتديهم كلمات تشجيعية every now and then. Yeah, في اللحظات اللي زي كده بيبان قد إيه أميرة مهملة بناتها. But hey, من غير شغل أميرة ما كانوش هيعيشوا في البيت العظيم ده وما كانتش هتقدر حضرتها دي بقى عندها درون بيستريم. So, excuse me, are you okay? Are you okay? الستريم قاعد يتفرج عليها وهي بتموت. Flower, what are you doing? إيش مالها جوا؟ What the frick is going on? This looks so freaking scary. Flower, are you alive? Hopefully ما تموتش بعد الوقت ده كله. Literally غايصة جوا المية, المفروض ان هي بتباك فلوت. Wait, لو كنسلت ايه اللي هيحصل؟ شكلها معلقة. Oh, شكلها تحتاج ريسيت. Oh, وشها بدأ يطلع. I think she's alive. إلا إذا كانت ماتت. What the frick is going on? Yeah, شكلها تحتاج reset. Why though? Why? ليه السخافة؟ الباتري لسه. Maybe المشكلة من الأخدة؟ Maybe لو عملنا in-stream. Wait. Oh yeah, في حاجة غلط في الحياة. Which is it? المشكلة فيها ولا المشكلة في الدرون؟ Reset. Yeah, شكل الدرون هو اللي فيه مشكلة. Yep. أول ما عملت reset للدرون الدنيا ضبطت. مش ضبطت قوي لأن لسه بيطلع أصوات غريبة. Are you okay? Reset مرة كمان. So maybe لو عملنا له put in inventory هيبطل الأصوات الغبية اللي بيعملها. ليه لازم يبقى فيه glitch في حاجة معينة؟ ما ينفعش تعدي الدنيا بسلام من غير مشاكل, لازم يبقى فيه glitches. But hey, ضيعنا الوقت كله ما عملناش الارت اللي كان المفروض نعمله. And طبعا السكتش باد سايباه فوق الغرفة, حضرتها على الأرض كالعادة, خليها تيجي تقعد هنا وتعمل الحاجات المفروض تعملها. So splash art. Well, looks like our time today has concluded. See you next time. And remember, anything can be fun or good if you make it so. 142 simoleons. بقى معنا so far 32,000 simoleons. I like that. I like that. Maybe لو وصلنا خلينا نسند for approval. Yeah. ما عجبتوش. What the frick. طبعا التابلت مرمي في الأرض. So annoying. Edit. لو عملت له edit وبعدين بعته وترفض من أول مرة هأرميه أو هبيعه وأعمل واحد تاني. I think maybe لو وصلنا الأربعين أو خمسين ألف. I think لو عملنا الكيتشن والباثرومز وغرف النوم I think ممكن ننتقل. دول أهم حاجات ممكن نعملهم. So living room ممكن نستنى عليها. الباتلر area, you know, الديكورات بتاعت المدخل والكلام ده كله, والجيم والمنطقة اللي هان, كل الحاجات المش ضرورية, حتى الأوفيس بتاع أميرة ممكن نستنى عليه. But once إني أخلص الباثرومز كيتشن وغرف النوم على طول هنقلهم للبيت الجديد. I don't know, I'm not sure. هل 50,000 ممكن تكفي إن إحنا نعمل الحاجات دي؟ I really do not think إن إحنا نقدر, خصوصا إني عاوزة أجيب لها أجهزة كيتشن غالية. Let's see. خلينا نلقي نظرة على كمية الفلوس اللي إحنا ممكن نحتاجها. مثلا لو جبت لها مثلا 20,000. No. لو جبت لها, oh my gosh, this is too much, 14,000 بس على الكيتشن. But هيبقى الفود كواليتي 10 والpower consumption rating 10 وunbreakable. I don't know, مين مش هجيب لها أغلى حاجة. At the same time مش عاوزة حاجة استخدم custom content. طب ليه بنزل custom content مدام مش هنستخدمهم؟ I don't know. الفريج الحالية الفود كواليتي 7 ب2400. So لو أخذنا this one هيبقى improvement, هيبقى طلعوا درجة, يبقى من 7 لفود كواليتي 8. والسعر مش سيء قوي, 2600 نقدر عليه. الفن الحالي بتاعهم فود كواليتي 5, 13,000. This one food quality 7
3,900 و4,000. Yeah, this is not so bad. لو كنا هنجيب أغلى حاجة اللي هو 13,000 و14,000 كده عن جد هنفلس. But yeah, maybe ناخد الأقل منهم على طول. Yeah, so الكيتشن I'm thinking maybe هيكلف مع الكاونترز مع كل حاجة ممكن يكلف مثلا 20,000. Yeah, maybe لما نجمع 40,000 أو 50,000 هستريم إن إحنا at least نأسس, لأنه طبعا مش هقدر there's no freaking way إن أقدر أأسس بيت ده كله مرة واحدة ولا حتى نصه مرة واحدة, لإني هقضي I'm sure إني هقضي ساعات وساعات في كل غرفة لوحدها في اختيار الحاجات. So yeah, maybe قريبا maybe at least نستريم مثلا نعمل الكيتشن لوحده. It's gonna be fun, I'm excited صراحة. I'm so happy برضو إنه بعضكم بيبعت لي سواء في الكومنتس هنا على الفيديوز أو DMs إنكم بتقولوا لي برضو إنكم متحمسين لتأسيس البيت, انه oh my god امتى هنأسس البيت. I love انكم متحمسين زيي. Alright, خلصت. So sent to client for approval, please اقبلها. What? Yeah, شكله في bug معينة. Once انه الحاجة ما تقبلتش, I'm not gonna even bother اني اعمل لها edit, خصوصا الedit بيطول مرة. I'm thinking ايش مالها morg like. Oh, الدنيا برد. Oh yeah, الدنيا بدأت تبرد ولا الثرموستات محطوط انه هو بارد اساسا. So let's turn it off لانه الدنيا مش برد قوي. Actually it is cold, maybe نخليه warmer. I think let's turn it off ونشوف. لو قعدوا يبردوا كل شوية هخليه يشتغل على السخن, but at least نوفر شوية من الفواتير. برضو مش عاجبه. I think I'm gonna do another one لانه الارت نفسه بتخلصه بسرعة, انما الايديتنج بياخد منها سنين وسنين. I wonder ليه عاملين النظام كده. I really don't get it. Hopefully الارت الاخير ده عن جد يتقبل. What the frick, ايش ماله الكلاينت العجيب اللي مش عاجبه اي حاجة ده, زي الاهبل اللي قبليه عادنا نإدت ونإدت ونإدت وبرضو مش عاجبه. Also I wanna look at the art قبل ما بيعه او قبل ما بعته للكلاينت. This is so cute. Sent to client for approval. Yes, اخيرا. But yeah, hopefully تكونوا استمتعتوا بالفيديو النهاردة. Hopefully يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that. اشوف كل مرة جاي ان شاء الله. Bye.